Assalamu alaikum everyone, hope you all will be fine. So in this video I'm taking you all to the first journey to my medical college to attend the white coat ceremony. So let's get the video started. طب ان الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى او ان الايام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر So we decided to visit the hostel first and take a round of the dorms. It is the dorm that I chose as they were telling that it's not that much old as others. دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس يا رسول الله قلبي لم يزال باسمك يشدو حبك